وإذا كان الطريق لشرم الشيخ يبدأ من جلاسكو، فلابد أن نتجه ونعود مرة أخرى لجلاسكو لنعرف ما الذي حدث هناك. معنا عن بعد السيد جون مارتن، وهو المبعوث الخاص للمناخ لحكومة المملكة المتحدة. سيد جون، أهلا بحضرتك. Thank you very much, Your Excellency, President Sisi, Prime Minister Mabdouli. Thank you very much. دكتور مدبولي، شكرا جزيلا على استضافة هذا الحدث وعلى استضافة مؤتمر الأطراف 27 في مصر في نهاية هذا العام. السيدات والسادة، يسعدني حقا أن أكون موجودا هنا بوصفي رئيس مؤتمر الأطراف 26، وسوف أزور القاهرة في يوم الجمعة المقبل، وأتطلع قدما إلى مقابلتكم جميعا وجها لوجه من أجل أن نتناقش في كيفية التعاون بشأن إنجاح مؤتمر الأطراف 27. أنا سعيد بوجودي في منتدى الشباب، لأن الشباب هم العنصر الفاعل في معالجة هذه القضية. معظم سكان مصر من الشباب، وأنا عملت كسفير في إحدى الدول التي يزيد نصف سكانها أو أكثر من نصف سكانها أقل من 19 عاما، ومن ثم معظم هؤلاء السكان سوف يظلون على قيد الحياة على الأغلب حتى عام 2050. وفي الواقع فإن تكلفة التغير المناخي كما قال الدكتور مدبولي على الشباب بأكبر قدر، ومن ثم فإن إشراك الشباب كان أولوية حقا، وذلك من قبل حتى مؤتمر الأطراف 26، وسوف نعمل على هذا الأمر طوال 2022 من أجل أن يكون هناك تنفيذ للاتفاقيات التي وقعنا عليها في جلاسكو. في إن المملكة المتحدة تشرف بما تم إحرازه في جلاسكو، وأنا متأكد أنه في شرم الشيخ سوف تقدم مصر نجاحا مماثلا. في جلاسكو تمكنا من الحفاظ على ارتفاع درجات الحرارة أو الاتفاق على ذلك إلى درجة ونصف، وبالطبع الأرقام قد تختلف، ولكن أعتقد أنه أيضا قد تمت السيطرة على أو أننا سوف نسيطر على ارتفاع منسوب البحر بالاتفاق على هذا الأمر. في إذا ما توصلنا إلى تحقيق الاتفاقية الخاصة ب 2030، ربما نصل إلى ارتفاع في منسوب البحر يصل إلى 2.4 فقط، وأيضا سوف يقل مستوى الانبعاثات. نحن نأمل في كل ذلك. في جلاسكو تمكنا من التحدث بشأن تمويل المناخ من أجل التحول إلى الاقتصادات منخفضة الكربون، ودول مثل دولتي قدمت الكثير من التمويل. دولتي قدمت حوالي 500 مليون سوف يتم توزيعها على مدار السنوات القادمة. لم نتمكن من إحراز المستوى الكافي في 2021 بشأن هذا الأمر، ولكننا نأمل في تحسين هذا الأمر في المستقبل. في جلاسكو ذكرنا أنه لا بد من تقليل استخدام الفحم والوقود الأحفوري فيما يتعلق بتأثيره على كوكب الأرض. لم يعتقد الناس أن ذلك سوف يكون ممكنا قبل جلاسكو، ولكننا نشعر بالامتنان لأن مصر قد دعمتنا في هذا الأمر، وقد قادت مصر هذا الأمر عالميا. أيضا في جلاسكو اتفقت الدول على أن يكون هناك تحويل للدعم بحوالي 24 مليون دولار سنويا من أجل التحول من الوقود الأحفوري إلى أنواع الوقود الأخرى.
أيضا فيما يتعلق بالتكيف هو أمر مهم للغاية بالنسبة خاصة للبلدان التي سوف تكون أكثر تأثرا بالتغير المناخي. الشيء الآخر الذي لابد أن نركز عليه هو أننا نحتاج إلى تحقيق التزاماتنا والتعهدات التي تعهدنا بها في غلاسكو. ما تعهدت به البلدان في غلاسكو لابد أن يتم تنفيذه، ونحن لابد أن نعمل على تقليل الانبعاثات تحديدا. كما قال الدكتور مدبولي، هناك الكثير من التكاليف التي نتكبدها بسبب التغير المناخي، ومن ثم نحن نعرف أن تقليل الانبعاثات لا يعني بأي شكل من الأشكال تقليل التنمية، ولكن توجد هناك الكثير من الفرص في مصر وفي الكثير من الدول من أجل أن يكون هناك نمو مع تقليل الانبعاثات. وأنا أرى أن الطاقة الشمسية لها قدرات كبيرة في المستقبل أكثر من الطاقات التقليدية، وهناك وأعتقد أنه لابد أن نرفع من سقف طموحاتنا عالميا في هذا الصدد. أيضا سوف نعمل مع الجهات المانحة من أجل العمل على تحسين نوعية التمويل من أجل دعم البلدان في التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون. هنا أقول أننا نود أن نبني شراكة قوية مع شركائنا المصريين من أجل أن نتأكد من استكمال النجاح من غلاسكو إلى شرم الشيخ وإلى القمة المنعقدة بعد ذلك في الإمارات العربية المتحدة. بالطبع هناك الكثير من الموضوعات التي سوف تتناولها قمة شرم الشيخ، وقد أشار إليها الكثير منها الدكتور مدبولي. في المملكة المتحدة لدينا يعني يساورنا القلق بشأن نسب هطول الأمطار وارتفاع منسوب البحر، وأعتقد أن هذه المخاوف تشاركنا فيها مصر أيضا. في الفترة القادمة سوف يكون لدينا الممثل الخاص بنا من أجل مناقشة إنجاح قمة شرم الشيخ القادمة، ومن أجل دعم مصر في هذا الأمر وفي تحسين اقتصادها من هذا الاتجاه. شكراً.